حلقة جديدة من تحلى الحياة مشاهدينا بتبدأ هلأ. حلقة منوعة مثل العادة، واليوم رح نترافق بالتقديم أنا وزميلتي لين. هاي كيفك لين؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ كتر خير الله الحمد لله. بتعرفي كلا أمرنا هالكلمة صرنا منقولها بلا ما نفكر أو منقولها يعني ما منعنيها، مع أنه هي كتير أساسي وكتير مهمة بحياتنا هالكلمة. ما في شك، لأنه الصحة عن جد شيء أساسي. يمكن نحن نتاخد بالحياة، يمكن الشغل كل يوم عم نشتغل من عبكرة لعشية، بس هيك نقرب أم بس تطلع حرارة منحس قديه عن جد الحياة إلى معنى كتير كبير، غير الشغل والمصاري والواحد يكون متاخد. هي أهم شيء بالبيئة. صحيح. وبموضوع الصحة مشاهدينا أكيد وأهميتها نستقبل سوا السيدة رئيسة جمعية نيونيت فاند، السيدة رادة اللوزي صوافي، لتجربتها المرة كانت هي الحافز والدافع لمحاولة إنهاء معاناة كتير للأهالي. نستقبلها سوا. اهلا وسهلا فيك سيدي رادا معنا بتحلى الحياه. بدايه خبرينا عن التجربه الاولى اللي مريتي فيها، اكيد الولاده المبكره الصعبه كمان اللي عشتيها، ومن بعد اكيد بدك تحكي لنا اكثر عن جمعيه نيونيت فند. انا التجربه اللي مرقت فيها كانت صعبه كثير ومره، وقلبت الوجع تبعوتي لامل وفرحه تقدر اعطيها لحدا غيري. أنا كنت حامل بشهري الخامس، كان عندي توم، أجاني برونشيت كتير قوي، اضطريت فوت على العناية الفايقة وضليت قاعدة شهرين. خلال وجودي بالعناية الفايقة فقدت واحد من الأولاد، لأنه كانوا باثنين ساك مختلفين، يعني كانوا بسكن مختلفين. قبل بأسبوع، بالأسبوع 26 فقدت ولد، وبالأسبوع 27 خلقت بنتي ميمونة الله يحميها، يلي اليوم صار عمرها 6 سنين ما شاء الله بصحة وعافية. هيدا الإحساس يلي لما بشوف بنتي حابة أعطيه أمل لهالناس اللي بيخلقوا أولادهم قبل وقتهم. من هون من وراء التجربة المرة اللي مرقناها انطلقنا بفكرة الجمعية، وطلعت الجمعية نيونيت فند من سنة 2011. يعني الدعم الكافي منكم وهذه الجمعة الحلوة اللي كمان عم تقدروا أنتوا كأشخاص يعني تساعدوا أشخاص غيركم، لأنه من وراء هالتجربة المريرة. أنا إحنا اليوم حاطين هيدولة it's your badge for this year. مع اليوم العالمي للبريماتوريتي 100% اللي صادف مبارحة واليوم نحن عم نحتفل فيه أكيد، لأنه أنتوا من وراء نيونيت فاند كمان عم بتساعدوا كتير أطفال، وعم كمان في كتير أرواح عم بتساعدوها عم ترجع تعيش وتكمل حياتها. طبعا ما في شيء، إن شاء الله قد ما فينا نقدر نعطي منعطي إن شاء الله. سيدي صواف، كيف بتستقبلوا هيدا النهار انتو؟ كيف بتحتفلوا فيه؟ لانه نهار كمان عزيز على قلبكم انتو. لحنا بمناسبة الذكرى العالمية للأطفال حديثي الولادة، لحنا ما بنوقف على الذكرى. لحنا على طول بيكون عنا حلم وبيكون عنا أمل ماشيين عليه، وأنا خصوصا عندي من الأحلام تبعوتي اللي على طول بحب حققها وبحبها تكون كبيرة، وعلى طول مثل ما بيقول المثل أنا حلمي بيشب ما بيشيب. حلو. سو على هالمبدأ أنا بمشي. ذكرى العالمية هي بالنسبة لي ذكرى حلوة، وبعطيها فرصة أمل على طول، وبعطيها فرصة حياة تنقلها لهالناس اللي بدها تمرق بالتجربة المرة اللي أنا مرقت فيها، يلي ما حبيتهم يحسوا فيها. وقد ما فيي أعطي أمل وفرحة بدل الدموع وحزن أكيد. بجرب أعطي إن شاء الله. يعني أنت من خلال هالتجربة المرة اللي مريتي فيها كان هو الهدف الأساسي لتأسيس جمعية نيونيت فاند. خبرينا أكثر عن هالجمعية وكيف تطورت كمان. هو بسنة 2011 تأسست الجمعية من خلال 5 أمهات مرقوا بمرحلة البريماتوريتي، أولادنا جمعونا بالعناية الفايقة وعشنا معهم المرحلة الصعبة والحالات الصحية والصعوبات والتكاليف العالية. التكاليف العالية هي اللي خلتنا نحس بالأولاد اللي حوالينا يلي معهم أهاليهم حاضنينهم بدموع عيونهم، وما عندهم الكلفة ولا عندهم المادة اللي يقدروا يعطون إياها تيعيشون. من هون انطلقنا لحتى نعمل هالحلم الحلو، واكتشفنا أنه في حوالينا كمان نسوين حابة تكون معنا وتتضامن معنا تنقدر نعطي أكتر. كنا 5 نسوان، اليوم صرنا 13،
جايين من مختلف أقطاب واختصاصات مختلفة. نعم. حاطين خطة استراتيجية وعاملين كالندريي عاملين كالندريي يعني عاملين أجندة كرمال المشاريع تبعوتنا وعم نمشي فيها شوي وعم نقدر نعطي قد ما إمكانياتنا عم تسمح. بس الحمد لله نيونيت عم تقدر وعم تنفذ وكمان جمعية بكل معنى الكلمة، لأنه الجمعية بتكون عندها هي الرسالة تبعولتها بس تكون على الأرض عم تقدر تساعد. شو الإنجازات يلي نيونيت فوند لحديت هلأ أنجزته؟ لحنا من 2011 لليوم صرنا عاملين 300 ولد بالعناية. نعم. مارقين بكمبليكيشنز وبحالات مستعصية ومشاكل خطرة. نعم. قدرنا حكمناه هون وقدرنا نعملها لليوم 300 ولد حسب إمكانياتنا شو قادرين نعمل. نعم. وعلى قد ما عم نقدر عم نعمل عم تقدم. خلينا دم رضا بس نشوف هلا فيديو صغير عن الجمعية نرجع نتابع الحديث معك. صرنا نعمر أعلى برج ب 19 يوم ونزرع ونحصد بعد 3 أيام ونصنع سيارات ب 12 ساعة ونقطع قارات بستة وحتى ثواني معدودة صارت تكفي لتحليل الدي ان اي. بس مهما تطورنا بضل بده 9 أشهر ليخلق الطفل بصحة جيدة. بمساعدتكن منأمن العناية اللازمة للأطفال اللي بيخلقوا قبل وقتهم. The Neonate Fund Delivering Hope. مدام سواف، اليوم قديه بيبلغ عدد الأطفال البريماتشور أو حديثي الولادة بلبنان وبالعالم أيضا؟ حسب الإحصاءات بلبنان الولادات الحديثي الولادة بيكونوا بين 8000 و9000 ولد بيخلق بالسنة بريماتشور. وعالميا اذا بتطلعي او حسب احصاءات منظمه الصحه العالميه 15 مليون ولد بيخلق بالعالم بريماتشور وعندك مليون بيتوفوا من عدم توفير الكلفه اللازمه او السيرفيس الطبي يلي بيحتاجه الولد. ولو يعني هيدا عدد كتير كبير، عدد كتير كبير. بعدين نحن اليوم ما بدنا ننسى اللاجئين يلي صاروا موجودين عنا هون، هيدولي كمان من ضمن برات الإحصاءات يلي عم نعملها، لأنه هيدولي صاروا بلس على الإحصاءات يلي نحن بلبنان بنعملها. ما ننسيهم لأنه صاروا كمان part of the service يلي نحن عملناه ونحن استقبلنا منهم وعالجنا منهم كمان، لأنه كمان عم يجيون هن مضاعفات وعم يجيون مشاكل طبعاً. وعم يصير عندهم خلفة وعم تواجه يعني انتو ولا دين ولا جنسية ولا شيء، انتو حالة الكيس لحنا بيبي بس. لحنا ولد مريض بعازي. نعم. لسيرفيس ولد منو قادر أهله يأمنوا له الكلفة اللازمة لحتى يعطوه فرصة حياة، هو بتخيل له حق يعيش طبعاً. ولحنا موجودين هون كرمال هالشيء. الله يقويكم يا رب. عم نشوف هلا دوكيومنتري من الدوكيومنتريز تبعوا نيونيت فاند، يا ريت بنشرح أكثر عنهم وكيف كمان بفتكر بهذا من أول الدوكيومنتريز اللي أنتوا فيهم. هيدولي أول الدوكيومنتريز اللي عملناهم من وقت ما تأسسنا بسنة 2011. بيحكوا بقلبوا عن تجارب شخصية. نعم. بيمرق الكوميتيز بيأرجوك من الكوميتيز اللي أسسنا including السيرفيسز اللي قدمناها، الحالات اللي ساعدناها، أهليهم اللي هن ويتنسز عم يخبروك شو صار وكيف كيف لقيونا وكيف التقينا وكيف اجتمعنا وكيف كملتوا المشوار سوا. كملنا أيضاً المشوار سوا اليوم، واليوم أولادهم ما شاء الله من عمر أولادنا. إذا بدك تفكري اليوم ميمونة عمرها 6 سنين حبيبتي، بسم الله، بصف السبابي صحة منيحة، مع العلم أنه ميمونة لما خلقت بأسبوع 27 وكان وزنها 700 جرام. واو. واليوم ما شاء الله عليها وزنها 20 كيلو. وصف السبي وعمرها 6 سنين وصحة وعافية كتر خير الله. هون عم نشوف ميمونة، الله يخليلك إياها يا رب. وعم نشوف وليدها لمروة كمينة هون كمينة كوفاوندر معنا بالنيونيت، مروة جابر. يعني متابعين طبعا مع حضرتك، شو يعني نشوف نحن كمان أنشطة كثير بتقوم فيها نيونيت، مثل شو يعني الفند ريزنج يلي بتقوموا فيه، الحملات يلي بتقوموا فيها، يا ريت بنضوي عليها أكثر أيضا، لأنه بنعرف كمان جمعية بحاجة أنتم لدعم لتغذية صندوقها طبعا. لحنا من ضمن النشاطات اللي منقوم فيها الاجتماعية خلال السنة أنشأنا صندوق ميمونة سعاد صواف بقلب القسم العناية الفائقة بالجامعة الأمريكية ببيروت لتغذية
لتطوير الأبحاث وناخد قد ما فينا التطورات الطبية المستحدثة لنقدر نحن نحد من الولادات المبكرة وخصوصا الوفيات. نعم. هيدا بالتزامن كمان مع هيدا بالتزامن اللي عملناه مع التنسيق تبع دكتور خالد يونس. نعم. يلي دايما هو مرافقنا يلي دايما هو مرافقنا وهو يلي جمع الشمل مثل ما بيقولوا، هو اللي جمعنا كلياتنا. نعم. مدام سوا، في شيء اي عقبات او عرائيل ممكن عم توقف بوجه تحقيق اهداف نيونيت فاند؟ هلا لحنا العقبات اللي بتصير معنا لما بنكون لحنا بعازة لأي سيرفيس طبي أو لأي شيء، بس لحنا كتر خير الله بالإدارة اللي موجودة بالجامعة الأمريكية والسيرفيس الطبي المتقدم المتطور جدا والطائم الطبي كمان يلي موجود هنيك، كتر خير الله ما عنا صعوبات. لحنا كل لله. القصة بنطلب من الناس أنها تأمن فينا حتى يكون عنا دعم أكتر حتى نقدر نعطي قد ما فينا ونحد من هالمشاكل اللي عم تصير مع الأطفال. سيدي سواف، كمان أنتم مش متابعين بس كأن جي أو، أنتم متابعين كمان التكنولوجيا الطبية، يعني حسب معرفنا أيضا عندكم هلأ صار ماشين مش موجودة بالشرق الأوسط، يا ريت كمان مندوي عليها أكثر. حديثا صار في بالمركز العناية الفائقة بالجامعة الأمريكية. نعم. صار في عنا مكنة منحطها للبيبي لما بيخلق بيكون عنده complications. هون الولد بدنا نحط عند بارانتيز، مش ضروري يكون بريماتشور، هيدا للولد الفول تيرم. نعم. مش للبريماتشور. أوكي. الولد الفول تيرم للي بيخلق بيكون عنده مشاكل ديزون بالرواية. نعم. ومنه قادر الأكسجين يفوت على الدم، هيدي المكنة بتبرده للولد وبتجمده، باي ذا تايم تقدر تعطي الاكسجين اللازم توصله على الدم بيرجع بيعطوه الاكسجين وانفه بيخلص بيرجع طبيعي. وحتى لحنا هيدا الفريق الطبي عقد منه متقدم صار عامل كذا عمليه، صار عامل عمليتين مستعصيين وكثير صعبين. نعم. ولدين خلقانين رواية منا مكتمله قدروا عطوا الاكسجين وصلوه على الدم بظروف رواية مش موجوده. مش مكتمله. الف عافيه. الف عافيه. ايه وهيدا كلياته كان كثير منيح وناجح ولحنا اليوم طبعا. ايه لحنا وي ار براود اوف ذا سيرفيس اللي عم يصير، هيدا يلي بخليك مع الجامعه الامريكيه، لانه وهون بيفرض علينا انه نكون نحن مثابرين بالتطور تبعنا وعم نلاحق العلوم. نعم. والابحاث الجديده حتى نواكب التطور اللي عم يصير بالانتنسيف كير يونت حتى نكون اون باراليل ماشيين مثل ما بيقولوا. مدام سواف، سؤال صغير، كل الاطفال حديثي الولاده او البريماتشور تقريبا قد ايه بدهم عنايه؟ يعني قد ايه بدهم يضلوا بالكوفيز واكيد ياخذوا عنايه خاصه من الاطباء؟ هلا قد ايه الولد بده يكون بالكوفيز ما فيك تحدي، لانه كل ولد بيخلق عنده كومبليكيشنز معينه. ولد مثلا بحكي عن بنتي لما قعدت 76 نهار. عندك ولاد قعدت 4 اشهر، عندك ولاد قعدت 6 اشهر. كل ولد عنده كيس، كل ولد حسب الكيس تبعيته والكومبليكيشنز اللي بيخلق فيها. ما فيك تحدي ولد بيشبه ولد، كل واحد وعنده حالته الصحيه معينه هي اللي بتتطلب الوقت والوضع الصحي تبعته. في ناس بدها عمليه، ناس ما بدها عمليه. ناس بدها بس وقت للنمو وقاعده بالكوفاز، وفي حسب الكومبليكيشنز اللي بيخلق فيها. الله يحمي كل الاولاد. امين يا رب. ومثل ما سبق وذكرنا الصحه بالدنيا هي اهم شيء، وانتم من خلال هالجمعيه نيونيت فاند عن جد عم تزرعوا الامل عند كل طفل وعند كل لله. ام كمان عقد ما بنقدر، وان شاء الله قد ما فينا نعطي. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. ثانك يو فيري ماتش. مشاهدينا بريك صغير ومنتابع.